أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام، فيما أسروا وما أعلنوا، وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين، سيدنا المصطفى أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ثم اللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم وجاحدي إمامتهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. يقول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل به عن سبيل الله بغير علم. لا ينبغي أن يخفى على أحد من المؤمنين أن الغناء محرم في الإسلام، لأنه من لهو الحديث، وقد جاءت أحاديث كثيرة في هذا المعنى نصت على أن الغناء محرم بدلالة هذه الآية الشريفة. وقد ذكرت الآثار أن إبليس لعنه الله هو أول من علم بني آدم الغناء ودفعهم إلى هذه المعصية. ليس كلامنا الآن في إطار إثبات حرمة الغناء وإثبات سلبياته على النفس البشرية، لأنه ذكر أيضا حتى عند العلم الحديث، في العلم الحديث أعني عند طبقة الأطباء مثلا، بعض الأطباء، بعض الدراسات الأكاديمية الحديثة والنفسية أيضا أثبتت أن للغناء آثارا سلبية على النفس البشرية وعلى الأعصاب إجمالا، تصيب الإنسان بشيء من الاضطراب. أقول ليس كلامي يتوجه إلى هذه الوجهة الآن، إنما أريد أن أصل معكم إلى بحث مهم في أسباب استحلال بعض الطوائف المنحرفة للغناء. من أين جاء هذا الاستحلال؟ الآن في هذه الأيام يدور لغط كبير، وهنالك ضجة كبيرة عند الطائفة البكرية بسبب أن أحد مشايخها أفتى بحلية الغناء مطلقة حتى لو كان مع المعازف. من هو هذا الشخص؟ لعلكم تتذكرونه. أحسنتم، هو هذا نفسه الذي قبل نحو عام تقريبا
تطاول على شيعة أهل البيت وعلماء شيعة أهل البيت وكفرهم في مقابلة مع البي بي سي، وقال أنا أحكم بكفرهم. كان هذا الرجل الذي يدعى عادل الكلباني إماماً للمسجد الحرام، وتعلمون أنه حينما هاجم الشيعة آنذاك رفعه قومه إلى عنان السماء، أثنوا عليه وأيدوه وامتدحوه وقالوا نعم ما صنعت. ولما ضج بعض الشيعة بسبب هذه الإهانة التي وجهها إليهم هذا الكلباني، قامت طائفة أهل الخلاف بمشايخها بعلمائها برموزها بالدفاع عن الكلباني بالقول أنه رجل عالم ورع زاهد عابد تقي إلى غير ذلك، شيخ فاضل. حقيقة كنا قبل سنة نسمع كل أنواع المدائح لهذا الرجل. هو هذا نفسه أفتى مؤخراً أو أخيراً، أفتى بأن الغناء مطلق حلال. هو في البداية لم يفتي بذلك، إنه تدرج. أولاً أفتى بأن ما يسمى العرضات الشعبية هي الحلال، العرضات الشعبية والسامري، يعني نوع من أنواع الغناء يبدو على حسب ثقافتهم الشعبية يجري، يقول هذا حلال. أما ذلك الغناء الذي تصاحبه المعازف فيقول هذا حرام. كان هكذا يقول قبل فترة، ثم تدرج فقال لا، الآن أنا أفتي بأن كل الغناء حلال. وهذا نص كلامه الذي نشرته إحدى وسائل الإعلام السعودية بتاريخ 20 يونيو 2010، يعني أخي يعني في الشهر الماضي. يقول إن الذي أدين الله تعالى به هو أن الغناء حلال كله حتى مع المعازف، ولا دليل يحرمه من كتاب الله ولا من سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وكل دليل من كتاب الله تعالى استدل به المحرمون لا ينهض للقول بالتحريم على القواعد التي أقروها واعتمدوها. ومن أكبر دلائل إباحته حسب ما هو يزعم، يقول أنه مما كان يفعل إبان نزول القرآن وتحت سمع وبصر الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، يعني النبي، فأقره. شوف هنا الكلام الذي يوجع القلب، يقول كان ينزل القرآن والغناء يجري وتحت سمع وبصر النبي صلى الله عليه وآله، والنبي بدلا من أن ينكره العكس يقول فأقره، وبعد وأمر به، أمر بالغناء غنوا، وسمعه وحث عليه في الأعراس وفي الأعياد. هذا دليله، وسنأتي على تفنيده. يقول وقد صح عن عمر رضي الله عنه، ناقل الكفر ليس بكافر، هذا دليل الثاني، يستدل بسيرة عمر. يقول وقد صح عن عمر رضي الله عنه أنه قال الغناء من زاد الراكب، كلمة ذهبية، كلمة ذهبية عظيمة. عمر يدعونا إلى الغناء ويقول من زاد الراكب،
إذا أنت في سفر، في رحلة، أو حتى لو ركبت سيارتك، إياك أن لا تضع شريطاً في مسجل السيارة أو في مذياع السيارة ولا تضع فيه الغناء. لا، هذا من زادك، نعمة ما تصنع، الغناء من زاد الراكب. ركبت سيارة فخذ معك زادك أيها المؤمن، خلي معك شريط وخلى في المذياع واسمع الأغاني. وأيضا هو يفضح إمامه من حيث لا يشعر. يقول: وكان له مغني اسمه خوات. طبعا هو يبدو أيضا ضعيف في اللغة العربية، لأنه كتب وكان له مغني، خطأ هذا لغويا، لازم يقول وكان له مغنٍ، يحذف الياء. يقول: وكان له مغني اسمه خوات. عمر كان له مغني، مغني، هذا المغني اسمه خوات. ربما غنى له في سفره حتى يطلع السحر. إلى أن يطلع السحر، يعني طول الليل عمر بن الخطاب الفاروق العابد التقي الورع مضرب الأمثال، كان طول الليل لا يحيي الليل بالعبادة وصلاة الليل والتهجد وقراءة القرآن الحكيم، لا، وإنما كان يحيي الليل إلى السحر، إلى قبيل الفجر، يحيي كل هذا بسماع الغناء عن طريق المغني الخاص له خوات الذي كان يغني له. يقول هنا، يقول: ويعلم كل أحد من عمر. يقول: أنتم تعرفون من عمر في صلابته الدينية، في إيمانه، يعلم كل أحد من عمر. فما دام عمر كان يغني وكان يستمع للأغاني، وأصلا موظف له مغني خاص، فإذا بعد الغناء حلال. ألم يقل النبي صلى الله عليه وآله، على حسب ما هم يروون كذبا وزورا، اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر؟ يعني النبي أمرنا أن نقتدي بعمر، وعمر كان يغني وكان يسمع الأغاني وموظف له مغني، فإذا الغناء وسماع المغنين والمطربين وما أشبه هو من صلب السنة الشريفة. قومه بعد ذلك انصعقوا، ما تحملوا ما جاء به هذا الكلباني، فبعدما كانوا قد رفعوه إلى أعلى عليين لأنه هاجم الشيعة، نزلوا به وأنزلوه إلى أسفل سافلين. الآن يكفرونه ويدعون إلى جلده لأنه صار فاسقا، يدعو إلى تحليل الغناء، وبكوا على ما جرى منه بكاء مرا حتى قام أحدهم، أحد مشايخهم، وألف قصيدة في هذا الموضوع. اسم هذا الشيخ سعود الشريم، ألف قصيدة أنتخب منها هذا المقطع، يخاطب فيها الكلباني، يقول: بالأمس كنت إمام أطهر بقعة المسجد الحرام، كنت أنت إمام هذه البقعة الطاهرة. بالأمس كنت إمام أطهر بقعة شهرا أمام البيت ذي الأركان، واليوم أنت مع المعازف مفتيا بجوازها يا خيبة الإخوان. هل تاق سمعك للفتاة أصالة، أم تقت سمعا للمخضرم هاني؟ هل أنت مشتاق لنبرة عجرم، أم صرت ترقب عاصي الحلان؟ أم قد سئمت من التلاوة مدة فأردت تبديلا لها بأغاني،
أم قد كرهت مقال كل محرم جعل المعازف رقية الشيطان؟ إلى آخر قصيدتي. طبعا هو من جانبه لم يسكت، لأنهم كفروه وفسقوه ودعوا إلى جلده إلى تعزيره. كتب أيضا مقالة في الرد عليهم عنوانها هكذا: الستالينيون، نسبة إلى ستالين، والسلفيون. وعلى نفسها جنت براطوش. الستالينيون والسلفيون، السلفيون اليوم ستالينيون، لا يعرفون إلا لغة ستالين في القتل وفي الإرهاب والإرعاب. مع هذا كله أيها الإخوة، أرجو أن لا يفهم كلامي أني في وارد الدفاع عن الكلباني، يعني من الآن إلى ما أمضي به من كلام أنا لست الآن في وارد أن أدافع عن هذا الرجل اللعين، لكنني أقول إنه في هذا الموقف طبقاً لمذهبه مظلوم. لماذا مظلوم؟ لأن مذهبه إن أجرينا قواعده، إن أجرينا أصوله، إن أرجعناه إلى أصله، نجد أن هذا المذهب يحكم بضرس قاطع بحلية الغناء. فالرجل لم يرتكب إثماً على مذهبه، نعم على مذهبنا نحن أتباع أهل البيت صلوات الله عليهم الغناء محرم مطلقاً، لأنه هذه سيرة أهل البيت وهذه سيرة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله التي رواها أهل البيت. أهل البيت قدموا لنا نبينا بصورته الحقيقية المشرقة، فبينوا أن النبي صلى الله عليه وآله حرم الأغاني، حرم الغناء، حرم المعازف، لكن طبقاً لسيرة أهل الخلاف، أي السيرة التي يرويها أهل الخلاف عن النبي صلى الله عليه وآله، تلك السيرة المغلوطة المشوهة المحرفة المزورة، حسب تلك السيرة رسول الله كان رجلاً والعياذ بالله، والعياذ بالله، ناقل الكفر ليس بكافر، يصورون هذا الرسول على أنه كان فاسقاً همه فقط الأغاني والرقص والتفرج على الراقصات. فإذاً لا يكون الكلباني هاهنا مذنباً، إنما يطبق سنة نبيه. ثم من بعد هذا النبي من الذي جاء ويلتزمون بسيرته وحكمه؟ جاء أبو بكر، جاء عمر، جاء عثمان، جاءت عائشة. وها قد رأيتم إنه يستدل بسيرة عمر على أنه كان يبيح الغناء ويسمعه في سفره، وكان معين له أيضا مغني. فإذن الرجل ليس مذنباً، يعني كلامي الآن لأهل العامة للمخالفين، أقول لماذا تنكرون على الرجل؟ الرجل أفتى طبقاً لأحاديثكم، طبقاً للأدلة التي ترونها أنتم. المشكلة ليست في عادل الكلباني، المشكلة هي في عائشة بنت أبي بكر. عائشة كانت امرأة تهوى الغناء، كانت تحب الغناء، كانت تحب تتونس، فلذلك مثل ما عمر كان معين له مغني يغني له ليل نهار، واسم ذلك المغني خوات، عائشة نفس الشيء عينت لها مغنيا وظيفة رسمية، أنه هذا المغني الخاص لي،
هذا وظيفته يوميا يدخل عندي، ومو مشكلة هم أنا أشرع له الدخول بواحدة من المحللات الشرعية كرضاع الكبير مثلا، ماكو مانع، خلي يرضع رضاع الكبير ثم يدخل عندي ونسني شوية يسمعني من صوته الحلو. هذا المغني كان مغنيا فارسيا أيضا، مو مغني عربي، واسم هذا المغني قند، شكر سكر وعائشة ومع بعد سكر، شلون يصير؟ ورضاع الكبير هم فوقه، كملت القضية. فهذا المغني كان يغني لها، كان يغني لها، وهذا المغني كان عبدا لأحد الصحابة أيضا رضي الله عنهم وأرضاهم. من ذاك الصحابي أيضا اسمه سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص تعلمون كان قد شارك في حملة فتح بلاد فارس، فراح إلى بلاد فارس، وهناك تعرف على هذا المغني اللطيف، فجاء يعني استحضره معه، ولما وصل إلى المدينة علمت عائشة بخبره فطلبت هذا المغني وكانت تستظرفه. الآن أنقل لكم الشاهد من مصادر أهل الخلاف، كانت تستظرفه يعني تشوفه ظريف تتونس فيه. يوم من الأيام هذا المغني صار بينه وبين مولاه، بين سيده اللي هو سعد ابن أبي وقاص، صار إشكال، فسعد ضرب هذا المغني لأنه عبده مولاه فضربه. بس وصل الخبر إلى عائشة أعلنت الحرب على سعد بن أبي وقاص، كيف تضرب المغني الذي أهواه؟ فحلفت ألا تكلم سعد بن أبي وقاص، حلفت البرة التقية، حلفت ألا تكلم سعد بن أبي وقاص حتى يأتي صاغرا ويسترضي من المغني قند. فسعد هم ما تحمل أنه أم المؤمنين تغضب عليه، فذهب إلى قند واستسمح منه. فضائح تتبعها نوائح، العقد الفريد، واحد من المصادر المهمة عند أهل الخلاف، مؤلفه ابن عبد ربه الأندلسي، وهذا الرجل أيضا له كلمات شديدة ضد الشيعة والتشيع للعلم. في العقد الفريد افتح على الجزء أو المجلد السادس الصفحة 34، يقول: كان في المدينة في الصدر الأول مغن يقال له قند، وهو مولى سعد بن أبي وقاص، وكانت أم المؤمنين رضي الله عنها تستظرفه، فضربه سعد، فحلفت عائشة لا تكلمه حتى يرضى عنه قند، فدخل عليه سعد وهو وجع من ضربه فاسترضاه فرضي عنه وكلمته عائشة. شوفوا أيها الإخوة، امرأة تجعل رضاها وغضبها على رضا وغضب مغني مطرب فاسق، المغني فاسق، والآن سآتي أيضا بتصريح علمائهم في أن المغني فاسق، زين، هذه الامرأة تعتبرها مؤمنة؟ أصلا تعرف طعم الإيمان؟ امرأة تجعل همها في أن تسمع هذا المغني بدلا من أن تزجره، بدلا من أن تعنفه، بدلا من أن تنهاه عن المنكر، لا، بدلا من كل هذا بالعكس تستظرفه وتستحضره وتسمع له، وثم إذا واحد من الصحابة العظماء عندهم
إذا واحد من هؤلاء ضرب هذا المغني تثور ثائرتها، ما تتحمل وتقول أنا غاضبة عليك إلى أن تسترضي من هذا. كيف تحترم امرأة كهذه؟ أصلاً كيف توصف بأم المؤمنين؟ سمها أم المغنين، أم الفاسقين، هذا شيء واضح. عائشة ما حكمها الآن؟ طبقاً للأحكام الشرعية فاسقة لا شك، وهاك تصريحاً من أحد علمائهم في ذلك وهو القرطبي صاحب التفسير المعروف في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي في الجزء الثالث الصفحة 258 يذكر هذا القول عن القرطبي، قال: ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك. يعني يقول سلفنا، ما يقولون السلف الصالح العلماء، سلفنا وخلفنا كل أئمتنا، لم أسمع القرطبي يقول لم أسمع أحدا منهم يبيح الغناء، كلهم أجمعوا على تحريم الغناء. يقول: وكيف لا يحرم وهو شعار أهل الخمور والفسق ومهيج الشهوات والفساد والمجون، وما كان كذلك لم يشك في تحريمه ولا تفسيق فاعله وتأثيمه. يقول: ما عندنا شك أنه من يبيح الغناء يكون فاسقاً آثماً. طبق هذا على عائشة، تعرف حكمها ما هو؟ فاسقة آثمة. وبالتبع يكون الكلباني أيضاً فاسقاً آثماً. لكن ما يخفف الخطب في شأن الكلباني أنه إنما يرجع إلى عائشة، عائشة أفتت، وهو إنما يطبق ما جاءت به عائشة. ما الذي صنعته عائشة أيها الإخوة؟ للعلم، عائشة قادت أكبر حملة في تشويه السمعة النقية لرسول الله صلى الله عليه وآله. حقيقة أكبر مجرمة في التاريخ جاءت ولوثت هذه السيرة النبوية الطاهرة هي عائشة، وضعت كماً مهولاً من الأحاديث التي تنسب المخازي والمنكرات لرسول الله صلى الله عليه وآله. وما تحليل الكلباني للغناء إلا بسبب تلك الأحاديث الشائنة المكذوبة على الساحة النبوية المقدسة. لاحظوا ماذا روت عائشة وماذا رووا عنها في صحيح البخاري في الجزء الثاني الصفحة 225 يروي بسنده عن عائشة قالت: أن أبا بكر دخل عليها والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندها يوم فطر أو أضحى، يوم عيد، إما فطر أو أضحى تقول عائشة، ودخل النبي عليه وعندها قينتان تغنيان، قينتان يعني جاريتان من الجواري. عائشة كانت جالسة في يوم عيد، النبي أيضا معها، وأبو بكر دخل عليهما وكان عندهما جاريتان تغنيان بما تقاذفت الأنصار يوم بعاث. يوم بعاث يوم من حروب الأوس والخزرج، انتصرت الأوس على الخزرج فيه، يسمى يوم بعاث، فكانوا يغنون في ذلك اليوم. هاتان الجاريتان أخذتا تلك الأغاني وكانتا تغنيان بها في محضر رسول الله صلى الله عليه وسلم، على حد زعم عائشة طبعا.
أبو بكر دخل، شوف أبو بكر التقي طبعا، أبو بكر ما تحمل المنظر، منظر مأساوي. فقال أبو بكر: مزمارة الشيطان أو مزمار الشيطان، مرتين ذكر ذلك، قل مزمار الشيطان عند رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله حسب زعم عائشة: دعهما يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وإن عيدنا هذا اليوم. اليوم يوم عيد، شنو تريد من عندنا؟ نروح نصلي صلاة جعفر الطيار؟ اليوم يوم عيد، لازم نغني ولازم نتونس. هذا نبي الله، شوف خاتم الأنبياء، هذه أخلاقه. في يوم عيد يجعل جاريتين تغنيان عنده. عائشة ماذا أرادت بهذا الحديث؟ مجموعة أهداف، واحدة من أهدافها أنها توهم الناس أن أبا بكر كان أتقى لله من رسول الله. يعني أبوها أبو بكر ما تحمل الغناء، قال مزمارة الشيطان، مزمار الشيطان ما تحمل. لكن النبي لا، كان متساهلا، النبي كان متساهلا. نفس هذا المعنى ورد في صحيح البخاري في الجزء الأول الصفحة 118 عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني نهاني وقال: مزمارة الشيطان عند النبي. فأقبل عليه رسول الله فقال: دعهما، فلما غفل غمستهما فخرجتا. وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والرحاء والحراب، بالدرق والحراب، فإما سألت النبي صلى الله عليه وآله وإما قال: تشتهين تنظرين؟ فقلت: نعم. فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة، يعني السودان، يعني هؤلاء السود، بني أرفدة يعني السودان، حتى إذا مللت قال: حسبك؟ سألني: اكتفيت؟ خلاص؟ قلت: نعم. قال: فاذهبي. شنو معنى هذا؟ شوف عائشة ماذا أضافت في هذا الحديث، فوق ما أنه في ذلك اليوم العيد السعيد، فوق ما أنه جاريتان تغنيان بغناء بعاث، يقول كان أكو جماعة من السودان كانوا يرقصون ويلعبون بالدرق والحراب، بالدرق والحراب كانوا يرقصون ويلعبون. فالنبي صلى الله عليه وآله هم شنو جاء بي وقال: تشتهين تنظرين، تحبين أن تنظري إلى هاي الحفلة؟ فقلت: نعم. فأقامني وراءه خدي على خده، خدي على خده، وكنا ننظر واستمتعنا في هذا الحفل البهيج وإلى آخره، إلى أن مللت فقلت: حسبي. فقال: فاذهبي. زين. حديث آخر أيضا في صحيح مسلم في نفس المعنى تقريبا، الجزء الثالث الصفحة 22 عن عائشة قالت: جاء حبش من الحبشة يعني السودان، يزفنون في يوم عيد في المسجد. يزفنون يعني يرقصون. وين يرقصون؟ دقق أيها الأخ، وين يرقصون؟ يقول: يزفنون في المسجد، في المسجد النبوي الشريف كان الحبشة يزفنون يرقصون. تخيل المنظر. زين، المفروض النبي صلى الله عليه وآله ها هنا يرى مسجده تحول إلى مرقص، المفروض ينهاهم، المفروض ينهرهم، لا العكس، أيدهم. ليش يقول الكلباني؟ يقول: أقره وسمعه وأمر به. لا لا، أكثر، طلع المسجد مو فقط للعبادة وقراءة القرآن والصلاة والاعتكاف وما أشبه، لا، المسجد الآن أنا أدعو من يتبع عائشة ويقول: أمي عائشة، ودوخنا بعائشة ليل نهار، الصديقة بنت الصديق، المبرأة من فوق سبع سماوات، دوخون عائشة، خذوا نصف دينكم من هذه الحميراء، خذوا نصف دينكم، يلا
يلا يا أهل الخلاف أريد من عندكم تأخذون كلهم الكلباني وغير الكلباني، وهذا مشايخ الأزهار ومشايخ نجد واللي أكو واللي ماكو، كلهم جمعوهم بالمساجد وخليه يرقصون. المساجد مراقص، سنة النبي هكذا، صحيح البخاري مو من عندي، صحيح البخاري يثبت أن عائشة تقول كان قوم من الحبشة يزفنون في المسجد، يرقصون في المسجد، والنبي أقر ذلك وبالعكس شجعه أيضا. كان جاء حبش يزفنون في يوم عيد في المسجد فدعاني النبي صلى الله عليه وآله، يعني النبي دعاني أنه تعالي لحقي أكو حفلة رقص وناسة داخل المسجد، فدعاني النبي صلى الله عليه وآله فوضعت رأسي على منكبه فجعلت أنظر إلى لعبهم حتى كنت أنا التي أنصرف عن النظر إليهم، يعني من كثرة أنه مللت بعد تركت خلاص عفتهم بعد رح. هذا المساجد مراقص، قاتلكم الله لا أبا لكم، والله ما عند ذرة إيمان هذا اللي يقبل أنه هذا الكلام يكون في كتب على النبي الأقدس صلى الله عليه وآله ويمرره مرور الكرام. هاي سيرة نبي، هاي بالله عليك حول مسجده إلى مرقص هكذا، الله أكبر. في سنن الترمذي في الجزء الخامس الصفحة 285 والسنن النسائي الجزء الخامس الصفحة 309 عن عائشة قالت، كل عن عائشة، وين أكو أحاديث عن الغناء والطرب والفسق والمجون؟ تجد هذه الأحاديث مروية عن عائشة. عن عائشة قالت كان رسول الله جالسا فسمعنا لغطا وصوت صبيان، لغط سمعنا من برا البيت، لغط وصوت صبيان إلى آخره، فقام رسول الله حتى يشوف شنو الموضوع، فإذا حبشية تزفن والصبيان حولها، امرأة حبشية رقاصة كانت ترقص بالشارع أو يمكن بالمسجد بعد ما أدري، خلي نكمل الحديث نشوف، لا هنا أنا ما ذاكر الحمد لله، فهذه الرقاصة الحبشية كانت ترقص وحولها صبيان يصفقون ويعني يحيون، فقال يا عائشة، شوف سيرة النبي العظيم، فقال يا عائشة تعالي فانظري، لحقي شوفي هالرقاصة شلون ترقص، تعالي فانظري، فجئت فوضعت لحيي ذقني على منكب رسول الله صلى الله عليه وآله فجعلت أنظر إليها ما بين المنكب إلى رأسه، فقال لي أما شبعتي، أما شبعتي، ما شبعتي من كثرة النظر إلى هذه الرقاصة إلى هذه الراقصة؟ قالت فجعلت أقول لا، ظاهر كانت معجبة بهذا الرقص تريد تطبيقه فيما بعد، قالت فجعلت أقول لا لأنظر منزلتي عنده. انزين شوف الآن تخيل المنظر، هذا النبي العظيم، والله أنا أستحي من النبي صلى الله عليه وآله أذكر ذلك، لكن لابد أن أذكره في مقام إنكار المنكر وفي مقام الاحتجاج على القوم علهم يرشدون على يتحار. تخيل المنظر الآن، هذا النبي واقف وجايب مرته أيضاً حتى يتفرجون على شنو؟ على رقاصة ترقص في الشارع، ما ينهى عن المنكر، ما يقول هذا منكر، استحي، توبي إلى الله، استغفري ربك، لا لا أبداً، عاجب الوضع. إنزين من يأتي هنا؟ تقول إذ طلع عمر، عمر جاء، إذ طلع عمر قالت فارفض الناس عنه، بس عمر طلع أصلاً ما تكلم، بس طلع عمر خلاص الناس رفضوا عن هذه الراقصة، شردوا منها خلاص، لأنه يدرون بعد عمر، عمر لا يقبل بالمنكر، إيه رسول الله يقبل المنكر مشكلة يمررها، بس عمر لا، كان صلباً في دين الله سلام الله عليه، أي عمر كان صلباً في دين الله. إذ طلع عمر قالت فارفض الناس عنها، فالنبي هنا شاف المنظر فماذا قال؟ قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله
إني لأنظر إلى شياطين الإنس والجن قد فروا من عمر. يعني النبي قرر، يعني ذكر هذه الحقيقة، أنه هذا المجلس هذه الحالة، هاي الحفلة كانت مجلس شنو؟ شياطين، شياطين الإنس والجن مجتمعين على رقاصة وعاجبهم الوضع. إذن مجلس منكر، مجلس شيطنة، صحيح؟ مع ذلك النبي مرر هذا المنكر، سمح به قبل. ولكن عمر لما طلع، لا، الشياطين تفر. يعني عائشة تريد أن توهم الناس هكذا، أيها الناس، هاي رسالة عائشة لكم، أيها الناس، مضافا إلى أن النبي والعياذ بالله كان فاسقا وعمر كان صلبا في الدين، تقيا ورعا، فإن الشياطين كان رسول الله يحضر معهم، وعمر إذا ما طلع كانت الشياطين تفر منه. يعني الشياطين لا يجتمعون مع عمر، لا تجتمع الشياطين مع عمر، لكن ممكن أن تجتمع مع رسول الله. الشياطين لا تفر من رسول الله، يعني رسول الله ممكن أن يحضر في مجلس شياطين، رسول الله ممكن أن يحضر في مرقص، رسول الله ممكن أن يحضر في مجلس منكر، أما عمر مستحيل. تريد بهذا أن ترفع أباها أبا بكر في تلك الأحاديث، وترفع عمر في هذه الأحاديث على رسول الله، تعطيهما منزلة أعظم من منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصور هذا النبي بصورة الرجل المتهتك، الرجل الذي لا يلتزم بالأحكام والضوابط الشرعية، حتى تصغر عظمة النبي صلى الله عليه وآله في قلوب الناس، تنفر الناس من النبي. لذلك أقول إن عائشة قادت أكبر حملة تشويهية لسمعة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، أكبر حملة. أصلاً ما تركت شيئاً في سيرة النبي إلا ولوثته حقيقة، جعلت هم هذا النبي في النساء، في الأمور الجنسية، في الفسق، في المجون، في الأغاني، في الراقصات. هذه سيرة النبي صلى الله عليه وآله عندهم في صحاحه. وأنا أريد هاهنا أن ألفت انتباه القوم إلى نقطة مهمة حتى تعرفوا لماذا نحن الشيعة، يعني أوجه خطابي الآن لأهل الخلاف المخدوعين المساكين، لماذا نحن نعادي عائشة؟ أنت تتصور قوترة يعني أنه إحنا نعادي عائشة؟ لا يا أخي، عائشة شوهت سمعة نبينا صلى الله عليه وآله. الآن إذا واحد يقوم ويقول أنه النبي كان كذا وكذا يفعل، أي واحد صدقني الآن خلي واحد يقف الآن في الرياض مثلا ويقول هذا النبي كان يحضر مجالس الفسق والمجون، وكان يتفرج على الراقصات، وكان يعقد حفلات الأنس والطرب والأغاني في بيته الشريف، يقومون يقصون رأس ذولا، يقولون لا، أنت تتطاول على النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، ولا يعلمون أنه هذه عائشة ادعت ذلك. ليش ما تروح تقص رأس عائشة؟ لماذا لا تدوسون على عائشة؟ لماذا لا تبصقون على عائشة؟ ولا أريد أن أقول لماذا لا تتغوطون على رأس عائشة، هذا هو المطلوب. إذا أردت أن تحفظ كرامة رسول الله صلى الله عليه وآله، يجب عليك أن تنكر عائشة وتبرأ إلى الله تبارك وتعالى من عائشة، لأنها لوثت سمعة هذا النبي. الآن هؤلاء النصارى، هؤلاء اليهود أعداء النبي، الكفر الملحدين الذين يحاولون اقتناص كل شيء في الآثار حتى يلوثون سمعة النبي صلى الله عليه وآله وينفرون الناس عنه، عائشة قدمت لهم أعظم هدية. ولذلك أنت تشوف في أدبياتهم وفي احتجاجاتهم بالفعل يقولون هذه أحاديثكم، تعال شوف، قارن نبيكم مع أنبيائنا، شوف أنبيائنا كيف كانوا، قارن نبيكم مع علمائنا، هذا نبيكم يفتخر به؟
هذا شغل عائشة، ولهذا السبب نحن نكره عائشة ونتبرأ إلى الله تعالى من عائشة ونلعنها، كانت عدوة لرسول الله صلى الله عليه وآله. هو رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ما تدع عائشة عداوتنا أهل البيت. عائشة شوهت سمعة النبي، شوهت سمعة أمير المؤمنين، شوهت سمعة فاطمة الزهراء، شوهت سمعة أولياء الله، شوهت الإسلام. الإسلام كل خربته، كل خراب، خراب فساد. هاي قضية رضاع الكبير، هاي تصورها هينة؟ هذه فساد، فساد. إلى اليوم تداعيات هذه الفتاوى من عائشة وأحاديث عائشة إلى اليوم نحن ندفع ثمنها. المسلم، المسلم الحق هو ذلك الذي يبرأ من عائشة وينتصر لرسول الله صلى الله عليه وآله. أيها المخالفون، ألم تسألوا أنفسكم لماذا هذه الأحاديث التي تذكر أن النبي كان يحب الطرب والغناء لماذا رويت فقط عن عائشة، في حين أنه الأحاديث الأخرى التي رويت عن غير عائشة تذكر أن النبي صلى الله عليه وآله كان ينكر الغناء ويحرم الغناء؟ أليس هذا يبعث على التساؤل على أنه من أين جاءت هذه الأحاديث وأنه لا حقيقة لها؟ لأن الأحاديث تنافي بعضها بعضاً. طائفة من الأحاديث عندهم حتى في البخاري حتى في مسلم في صحاحهم تبين أن لرسول الله صلى الله عليه وآله موقفاً شديداً ضد الغناء. طائفة أخرى تقول لا، النبي كان يستمرئ الغناء ويبيح الغناء. هاتان طائفتان متنافيتان، فلا بد أنه واحدة منها كاذبة. فلما نفتش نجد أحاديث تحريم الغناء رويت عن أكثر من واحد، عن النبي صلى الله عليه وآله فقط أحاديث التي تبيح الغناء رويت عن عائشة. إذن عائشة هي المتهمة، هي التي اختلقت هذه الأحاديث، هذه نتيجة علمية واضحة. لاحظوا مثلا هذه الأحاديث التي جاءت عندهم كلها تحرم الغناء ولكن مروية عن غير عائشة، عن النبي صلى الله عليه وآله. هذه الأحاديث الحقيقية، هذه السيرة الحقيقية للنبي الصادقة. في صحيح البخاري في الجزء السادس الصفحة 243 عن أبي مالك أو أبي عامر الأشعري، شوف مو عن عائشة، قال: والله، يحلف يقول: والله ما كذبني سمع النبي صلى الله عليه وآله يقول: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرة، الحرة يعني الفرج كناية عن الزنا، والحرير يعني يلبس الرجل الحرير حرام، والخمر والمعازف. النبي صلى الله عليه وآله يقول: ليكونن من أمتي أفراد اللي يستحلون هذه الأربعة أشياء. وسبحان الله أمصار هذا الكلباني طلع واحد منهم، استحل المعازف. هو قال الغناء حلال كله حتى بالمعازف، نقلنا تصريحه. حديث آخر في مسند أحمد بن حنبل في الجزء الخامس الصفحة 268 والمعجم الكبير للطبراني الجزء الثامن الصفحة 197 عن النبي صلى الله عليه وآله قال: بعثني الله رحمة وهدى للعالمين وأمرني بمحق المعازف والمزامير والأوثان والصلب وأمر الجاهلية. تفسير السيوطي الجزء الثالث الصفحة 179 عن النبي صلى الله عليه وآله يقول: يمسخ قوم من أمتي آخر الزمان قردة وخنازير والعياذ بالله. قالوا: يا رسول الله، ويشهدون أنك رسول الله وأن لا إله إلا الله؟ قال: نعم، ويصلون ويصومون ويحجون، لكن مع ذلك يمسخون قردة وخنازير. قالوا: فما بالهم يا رسول الله؟ لماذا؟ قال: اتخذوا المعازف والقينات والدفوف. هذا الذي يتخذ الأغاني هذا يمسخ والعياذ بالله قردة، ويمسخ قردا أو خنزيرا في آخر الزمان. طبعا الكلباني هو ممسوخ جاهز الحمد لله، ما يحتاج إلى أن يمسخ، هو من شكل مبين ممسوخ قرد من الأول.
في السيرة الحلبية الجزء الثاني الصفحة 63 عن ابن أبي شيبة عن صفوان ابن أمية قال، هذا حديث مهم دققوا، يقول: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله إذ جاء عمر بن قرة فقال أو قرة فقال: يا رسول الله، إن الله كتب علي شقوة فلا أنال الرزق إلا من دفي بكفي، فأذن لي في الغناء من غير فاحشة. شوفوا دققوا هنا، لأنه الكلباني هم في فتوى، يعني شوية هو عنده ورع، يعني مقيد، قايل الأغاني كلها حلال مع المعازف بشرط أن لا تكون بفاحشة، يعني لا تكون بفاحشة. هذا رجل اسمه عمر بن قرة جاء إلى النبي قال: أنا ما عندي رزق، ما عندي رزق غير أضرب بكفي وأغني، فأذن لي في الغناء من غير فاحشة، ما أقول كلام فحش، وأغني، أغني، أصف الطبيعة، أصف السهول، أصف الوديان، إذن لي يا رسول الله في هذا الغناء. شوفوا النبي صلى الله عليه وآله ماذا أجابه، فقال النبي صلى الله عليه وآله: لا آذن لك ولا كرامة ولا نعمة، كذبت أي عدو الله، لقد رزقك الله طيبا فاخترت ما حرم عليك من رزقه مكان ما أحل الله لك من حلاله، أما إنك لو قلت بعد هذه المقالة لضربتك ضربا وجيعا، عزرتك تعزير شرعي. شوفوا حتى من غير فاحشة، من غير تفحش في الكلام، من غير ألفاظ لا يبيحها الشرع، النبي صلى الله عليه وآله حرم عليه ذلك. يعني حتى لو الآن يغني من أجل الطبيعة مثلا، خلص يصف السهول يصف الودان، النبي صلى الله عليه وآله اعتبر ذلك حراما وقال: كذبت أي عدو الله. فإذا كل الغناء حرام مطلقا، حرام حتى ما يسمى الأغاني الوطنية مثلا، الأغاني أو الموسيقى الكلاسيكية حرام حرام حرام، حكم رسول الله. هذا هم ثابت في مصادر أهل الخلاف، هم ثابت عندنا أيضا، وأنا أنقل لكم أيضا حديثا عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه تجدونه في الكافي الشريف، قال عليه السلام: الغناء مما وعد الله عز وجل عليه النار. الغناء يؤدي إلى النار، ها إياكم، واحد أنت ما تتبع عائشة يا أيها الشيعي، أنت تتبع رسول الله أمير المؤمنين أئمة أهل البيت إمامك الباقر، يقول الغناء مما وعد الله عليه النار، إياك أنه تنجر إلى سيرة عائشة عمر وأمثال عمر وأضرابهما. إذا تريد تسمع الغناء من الآن تبرأ من التشيع، قل أنا مو شيعي، أنا خلص أنا من أتباع عائشة، من أتباع عمر، اسمع أغاني. أما تريد أن تتبع أهل البيت، الغناء حرام، كل أنواع الغناء. حديث آخر عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه موجود في دعائم الإسلام للقاضي المغربي، يقول أنه سأل رجلاً ممن يتصل به عن حاله، الإمام الصادق سأل أحد أصحابه: شلون أحوالك؟ فقال: جعلت فداك، مر بي فلان أمس فأخذ بيدي وأدخلني منزله وعنده جارية تضرب وتغني، فكنت عنده حتى أمسينا. الظاهر هذا ما كان يعرف الحكم جيدا، فشوفوا الإمام عليه السلام كيف تعامل معه. فقال أبو عبد الله عليه السلام، يعني الإمام الصادق: ويحك، أما خفت أمر الله أن يأتيك وأنت على تلك الحال؟ إنه مجلس لا ينظر الله إلى أهله، الله لا ينظر بالرحمة إلى مجلس يكون فيه غناء، يعني يكون هذا المجلس مطرودا من رحمة الله، كما الحال مع إبليس مرجوما من رحمة الله. الغناء، يقول الإمام الصادق، الغناء أخبث ما خلق الله، الغناء شر ما خلق الله، الغناء يورث النفاق، الغناء يورث الفقر. هذا اللي يشتكي من الفقر خليه يعرف، يبحث في الأسباب، لعل أحد الأسباب أنه يسمع للغناء والعياذ بالله. هذا هو منهج أئمتنا صلوات الله عليه، أئمتنا يحرمون الغناء طبقا لجدهم صلى الله عليه وآله الذي حرم الغناء، أما منهج عائشة وعمر وأضرابهما تحليل الغناء.
فهؤلاء الذين ينكرون على الكلباني لماذا ينكرون عليه؟ هم يقولون نحن على منهج أبي بكر وعمر وعائشة، فهم متناقضون. إذا أرادوا حقاً أن ينكروا على الكلباني يجب عليهم أن يعلنوا تشيعه، لأنهم يقولون إذا نتمسك بالسيرة النبوية النقية الطاهرة التي رواها أئمة أهل البيت والتي فيها تحريم الغناء، أما السيرة التي روتها أمنا عائشة سيرة فيها تحليل الغناء، ويتمسك بسيرة أئمة أهل البيت الذين كانوا يحاربون الغناء، أما عائشة وعمر وأضرابهما وخلفاء بني أمية خلفاء بني العباس هؤلاء كانوا مع الغناء على عبر التاريخ، اقرأ في سير حياتهم كل بين الجواري والمغنين والمطربين ومن أشبه. فالكلباني إذن مظلوم، لست في وارد الدفاع عنه، لكن هذه هي الحقيقة. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.